وليك عليا لما تقولي لي كنت عايزه تقتلي سالم الجرح ليه؟ هبقى اجيب لك واحد على حسابي. خد. لاتي. ولا باشا. فلات الامن وصل بيك للدرجه دي؟ بتثبت هلا في عز الفجر قدام فيلا سالم الجرحي؟ لا. هات اللي في ايدك ده يلا. اتفضل يا باشا. كمل بقى جميلك وقعد بطاقتك انت ويا يلا. اتفضل. طلع بطاقته. ما معيش بطاقه. خرب بيتك. حلو قوي الكلام ده. خنجر بتاع مين فيكم؟ ده بتاع الحاج سيد السني يا باشا. سيد السني اللي عنده مزارع على الممشى؟ اه يا باشا، حتى بالاماره كنا بنتعشى عنده. طب اركب انت ويا يلا. نركب ايه؟ نركب ايه ده ظابط؟ هو شاطك اركبي يلا يا باشا. هات. كله تمام يا باشا. انا هدخل اريح في اوضتي، اول لما النهار يطلع قول للكابتن يتحرك بالمركب. حاضر يا باشا. اول لما اتاكد ان احنا اتحركنا بلغ حسونة وطمنه. حاضر. ادخل. الحاج سيد السني على الباب يا باشا. خليه يتفضل. سلام عليكم يا باشا. ولا نقول صباح الخير؟ الاثنين مقبولين منك يا حاج. اتفضل اتفضل. يزيد فضلك. اخبار البازار ايه يا حاج؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. تعرف الشباب اللي هناك ده يا حاج؟ ايه ده؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ انتوا كويسين؟ الحمد لله يا حاج الحمد لله. اصل الباشا خدنا تحري وكان عايز. ولا هترجع ولا ايه؟ شكلك عارفهم يا حاج. بقول لك يا حاج، خنجر ده من عندك في البازار؟ اه طبعا، ده انا حتى بديلي الاولاد هديه لما كانوا عندي امبارح. ليه في حاجه يا باشا؟ لا يا حاج، ده كان سوء تفاهم وانت حليته خلاص. خد يا ابني تعال امسك. ما تخلي يا باشا. هما كانوا معاك على الاوتوبيس اللي اتخطف يا حاج؟ ايوه كانوا معايا. طيب يا باشا، اقدر اخد الولاد ولا سيادتك عايزهم في حاجه تانية؟ لا تمام يا حاج اتفضل. متشكرين. اتفضل يا حاج. انا السماح. ايوه. انا لو مكانك اعمل ورق البطاقه ده عشان خاطر الايام السوداء اللي احنا فيها. حاضر. اتفضلوا. اتفضل يا حاج. خلاص بقى يا بنتي بقى، كفايه عياط بقى خلاص. انا اسفه يا حاج، اقسم بالله ما كان قصدي. انا مش عارفه ايه اللي خلاني اعمل كده. اكيد وزن الشيطان. هو وراه غيرنا؟ الحمد لله انها جت على قد كده، احنا اسفين يا حاج. خلاص بقى، انتوا زي ولادي، والاب لازم يسامح ولاده ما دام عارف معدنهم. الله عليك يا حاج سيد، يا ريت الناس كلها تبقى زيك وتعرف تسامح. طب يلا بقى عشان اوديكوا شغلكم، يلا اوصلكم يلا. ميرسي يا أسماء. سوري، أصلي في عدد بدور عليه ومش لاقياه. اه تفضلي. ثانك يو. مش هو برضه، مش عارفه ليه ما اشتريتهاش اول ما شفتها. كان في عدد فيه وصفه للبشره تحفه بتخلي الوش في سباريك، لما كنت في مصر من سنتين عملتها قبل ما ارجع اليابان واتهبلوا عليها. ما شاء الله. برغي كتير معلش، اصل انا بصدق اجي مصر عشان اتكلم عربي. لا ولا يهمك، خدي راحتك. المجله. سالي، مدربه اروبكس، اقامتي ودراستي في اليابان، بس بفكر ارجع استقر في مصر طبعا لو لقيت شغل في اي قريه سياحيه هنا. ورجعت ارغي تاني معلش. لا ولا يهمك. ريهام بس؟ واضح ان انا لغايه فعلا. لا خالص، بس انا يعني مش بشتغل فعشان كده ما لقيتش حاجه اقولها لك بعد اذنك. اوكي. مدام ريهام اتفضلي دورك. اوكي. عن اذنك فرصه سعيده. انا اسعد. المجله. ثانك يو. يو ويلكم.
مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، مفيش حاجه تتقال. انا متاسفه قوي على كل اللي سببته لك. ايه شغل القطط ده؟ ام تنكت الغردقه. امرني. ايوه انت بتاع امرني. بقول لك ايه ده؟ تعان ولا ايه يا باشا؟ اسمع بس، من اول مره شفتك فيها وانا قلت الواد ده حرك وبتاع حوارات، عايز منك حاجه تساعدني فيها. حاجه اللي انت عايزها؟ مش اللي في بالك، خد بس مش اللي في بالك. ليك في سكك الغردقه صح؟ ادي احنا بنلوش يا باشا. طب وانت بتلوش كده ما تكعبلش في سكه ديلر تنجز منه؟ ايه؟ مش عارف يعني ايه ديلر؟ لا معرفش يعني ايه انجز. عسل. قلتيش اسمك ايه؟ سيد يا باشا. وانت؟ باسم بيه. عايز ايه يا باسم؟ مش بقول لك عسل. انجز، هتعرف تخلصي في المصلحه دي ولا لا؟ لا يا باشا، اللي يسأل ما يتوهش. بس هو مزاج سعادتك ايه بالظبط؟ بودره خرب بيتك من اولها. ما انت بتوشوشني. اهدى بس يا ابو سيد، اسمع. خد الفلوس دي، عايزك تنجز لي في المصلحه دي بسرعه. سرعة مين؟ أسرع من السرعة. صحيح، كيف بيزل؟ راحت فين تركت الغردقة؟ شمام. إيه ده؟ إيه الورد البلدي ده؟ خديه. ايوه يا حسونه بيه. صباح الكيوت على احلى رفارف وكبوب. انا قلت اصبح. وانا قلت برضو ما حدش يبعت الورد ده غيرك. بس غريبه يعني، مش انت قلت موضوع الورد ده قديم؟ هنعمل ايه بقى؟ لاجل الورد ينسئل عليه. عموما ميرسي. يا دين النبي، احلى ميرسي سمعتها في حياتي. النبي تقوليها تاني. ميرسي يا حسونه بيه. بذمتك ميرسي دي ما يتبعدش فيها مشتى الورد بحالك. مش عارفة أقول لك إيه. افقعيني واحدة ميرسي تاني.